السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين، ورجعت لكم يا رجالة في فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. احلى مسا عليكم يا رجالة، واحلى مسا على شيماء، بقالنا كتير ما بنطلعهاش. المعلمة شيماء ايه يا شيماء، صباح الناس. ابنها مات يا جدعان، مهند بيقول لي الفار او العرس اكلت ابنها خالص. ابنها ده كان كبير، يعني كبير ذكر شغال. فالمهم يا رجاله، فيديو النهارده بقى فيديو مليء بالاحداث، هنعمل حاجات كده يعني الحمد لله رب العالمين عند الاسوس كلها. فالنهارده اعتبرها متابعه كده او اعتبرها مغامرات عند الاسوس، فهنشوف يا جدعان الدنيا فيها ايه. ف عايزين نوصل الفيديو ده يا رجاله اكبر عدد من اللايكات تقدروا توصلوه، عشان خاطر يا جدعان القناه تظهر اكتر واكتر للناس. ولو انت بقى لسه ما اشتركتش في القناه يا جدعان، يعتبر كم 70% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات، كل الفيديوهات كده 70% او 60% بيتفرجوا مش مشتركين. طب انت بتتفرج وبتمشي ليه؟ طب بتتفرج، طب ودوس اشتراك، طب متابعني ومش مشترك. الاشتراكات كل ما القناه بتعلى اشتراكات بنزيد اكبر العدد من الناس، ولا انتوا مش عايزيننا نكبر بيكم يا جدعان؟ فلو انت لسه ما اشتركتش اشترك دلوقتي، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. نبدا يا رجاله بقى الفيديو بتاعنا كده بالصلاه على النبي، وتعالوا بقى ايه نشوف اول حاجه كده، ندخل كده النتادي للذكر ونشوف رد فعلهم هيبقى ايه. دي اول حاجه في الفيديو بتاعنا، ونشوف رد فعلهم هيبقى ايه، ونسمي الله. تمام يا جدع يا جدع يا جدع. لا كده ده ايه، مش هينفع النظام ده. لا تعالي كده، ده كده مش هينفع معاهم النظام ده. طب يعني ذكر وبط، يعني انت ذكر وكنت بايض يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا بصراحه، مش فاهم. طب اقول لكم على حاجه كده يا جدعان، مش دي احنا متاكدين انها انتهى؟ تعالوا كده حلو. طب لو مش دي هي اللي باضت البطين، مين كان معاه في العين وباض؟ طب يا جدعان دي كده انتهى. لا يبقى هو ده بقى الذكر ده المفتري. بصوا يبقى هو الذكر ده ذكر مفتري بصراحه. طب نعمل تجربه كمان، ليش بقى استحملوني كده، ايه ادينا مقضينا كده مع الاسوس ده كده بردك. قبل ما نشوف ندخل دي كده لده ونشوف الدنيا يبقى فيها ايه. تمام يا رجاله، اهمك اللهم صل على النبي، ونسيبهم دول كده مع بعضهم، دول كده اتجوزوا. بصوا هديو اهو، هم عاملين كده اهو. تمام يا جدعان، تعالوا بقى نبص عليهم من هنا مكسوفين. طيب هناخد دي كده، تعالى بس كده ايه ندخلها، مثلا ندخلها لجوز حمام مثلا يكون شرس شوية شرس شوية. تعال ندخلها كده الأزرق القطيفة ده كده، شوف الدنيا فيها ايه. بصوا يا جدعان اهي بانت كده قوي انها انتهت. بصوا كده اهي بانت انها انتهت، ان بصوا الدكر زاف عليها وهي ما اتكلمتش. ماشي اهو تمام. طيب كده احنا اكتشفنا ان هي انتهت. تعالى بردك نحطها للمساوي ده ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا ما تعملش اي رد فعل، الدكر المساوي ده اهو زاف عليها اهو. تمام يا رجاله، بصوا كده اهي بانت بردك انها انتهت. طب تمام، ندخلها القص تالت ولا كفايه كده؟ دي بردك يا جدعان معلومه تعرفوها، دي كده معلومه تعرفوها، ان انت ما تعوز تعرف مثلا نتايه ومش متاكد منها، تدخلها لكذا ذكر وتشوف الدنيا فيها ايه. فنسيبها بردك هنا تاني جنبه شويه، وتعالوا عشان في معركه هنا حاصله. ده بردك بينفخها، يبقى هما لسه كده بردك ما خدوش على بعض، لسه ما خدوش على بعض. هنقوم واخدينها برده كده يا ابن اللذين، انت كل مره لازم تطلع. هنقوم واخدينها كده بردك يا جدعان، حطينا في الباب بتاعها تاني، هنقوم حطينا في الباب بتاعها تاني. تمام كده، وهنسيبها لغاية اما ياخدوا على بعض. طبعا مش كل فيديو بقى خد، مش كل فيديو هتجاريني وراك. عارف انا لولا ماسك الكاميرا كنت جبتك من زمارة رقبتك. تعالى اهو كده يا جدعان ما شاء الله. ايه انت بقى عايز ايه بقى؟ ها بصلي كده انت عايز ايه؟ بس ونسيبه كده شوية. دول كده اول حاجة يا جدعان، حبينا بردك ناخد كام معلومة ازاي تعرف النتاية. بردك ادينا عرفناها، دخلناها للذكر ده والذكر ده زافوا عليها وهي ما اتكلمتش. بس ده
ابن جزمة، ده ابن جزمة. تعال بقى اقولك نعمل معاك تجربة كمان. طبعا احنا عارفين ان ده، عارفين ان دي انتاية راحت فين، خدي بس، عارفين ان دي انتاية. الباب اتكسر. بص يا حاج، انت فوزي ولا سلطان؟ فوزي. لا ده سلطان ده يا جدعان. ثانية كده يا جدعان، هيطلع هو دلوقتي. ما علينا، اهو تعال نشوف بردك ندخلها له ونشوف رد الفعل. لا ده انت دكر بقى مفتري، انت دكر مفتري. تعالي تعالي تعالي، انت عايز دكر ادكر منك. خش ياض خش ياض. نركب الباب، تتكسري من اولها بس. تعالوا بقى يا جدعان نخش بقى على الاصوص ونشوف هنعمل ايه. طيب اول حاجه الحصى بتاع شيماء، الحصى بتاع شيماء نقول له كده تعالوا، دول كبس وكده يا رجاله. حصى كده بتاع شيماء كبس والحمد لله رب العالمين. ماما عشان ده احنا هنشوف بلاوي النهارده عند الاصوص. لو انت لسه تتفرج لغايه عليا لغايه دلوقتي وما دوستش لايك، روح دوس لايك. يلا روح دوس لايك يا بابا، الفيديو مش هيطير. ثانيه كده، دي لسه تحتها حصوايه واحده كده يا رجاله، ماشي. الفيديو مش هيطير، انت حصيته ولا لسه؟ لسه. وانتوا لسه. بس بقول انا هعمل لكم معاهم حركه بنت لذينه، هخليهم يحلبوا بيض بعد كده. دول الزغاليل عايشه الحمد لله. تعالوا ده لسه 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 في كتير، ودول لسه ما حسوش. ودولك ابنهم مات زي ما احنا عارفين، دولك ابنهم مات. طيب هنا بردك بصوا بقى يا جدعان اللي حصل للحصر ده، بردك كبس واحد اهو كبس. وده بقى يا عيني، بصوا يا جدعان الزغلول، بصوا ميت ازاي جوه، بصوا الزغلول ميت ازاي جوه يا رجاله. هو كان كامل سبحان الله، يعني الحصى كان معمر، الحصى كان معمر والزغلول بصوا اهو ميت جوه يا رجاله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهنا في ايه؟ اه ودولك بردك نفس النظام يا رجاله. تعالوا 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 تعالوا، نفس النظام، البيت بردك كله كبس. طبعا ده بسبب النقل، ده كله بسبب النقل. يا ابني اوعى يا ابني اوعى يا ابني، هبقى اجيله دلوقتي. ده كله كده بسبب النقل يا رجاله. الحمد لله. بصوا ادي ست بيضات اهو، ست بيضات. تعالوا لسه، انتوا رايحين فين؟ تعالوا بس نشوف الدكر ده طلع ولا. اه طلع. وهنا عندنا ضحيه واحده الحمد لله رب العالمين. برضو زغلول مات. ثانيه بس كده يا رجاله، لسه والله ما نضفتش. بس بردك يا جدعان زغلول مات اهو الحمد لله رب العالمين. بص يا جدعان، ست بيضات، ست بيضات وزغلول. وطبعا الزغلول بتاع اسمه ايه، اللهم صل على النبي، بتاع البوازات بردك مات. وطبعا يا جدعان البيض كله فيه زغاليل وميتة، يعني ده اهو بصوا ده فيه زغلول وميت. البيضة بتاعته التانية هي لو فتحتها دلوقتي بصوا هي اصلا معمرة ايه، بس مكبوسة تمام، هلاقي بردك فيها زغلول وميت. والبيض ده كله نفس النظام، ده بتاع الكشاك برضه فيها زغلول وميت. ودول بتوع شيماء فيها زغليل وميتة، كله يا جدعان كبس. الحمد لله هو النقل عشان جه كده على غفلة، الحمد لله رب العالمين. ربنا بقى يعوضنا ويسامحنا تمام كده يا جدعان. كده مفيش حاجة، كده ما عندناش غير ايه، هقول لكم تعالوا بقى نبص كده. كده احنا هنا ما عندناش غير زغلولين وده التالت، يعني هما كده عندنا تلات زغليل بس. واللي محصي دلوقتي، اللي محصي دلوقتي دي وجايبه حصوايه واحده، وجايبه حصوايه واحده، ربنا بقى يسترها. بص بقى يا جدعان، الفيديو الجاي او اللي بعديه، الفيديو الجاي او اللي بعديه ان شاء الله هناخد النوتي دي بقى كلها، هناخد النوتي كلها اللي انا لسه شايل من عندها البتاع ده، البيض والزغاليل والكلام ده كده كله، يعني اللي تحتيه زغاليل هسيبه، واللي باقي ده على البيضه اللي هي الكشك دي هسيبها. هاخد بقى النوتي كلها، حتى النوتي دي هاخدها، حتى النوتي دي هاخدها.
وهعمل زي ما عملت يا جدعان في دار السلام قبل ما انقل على طول، ان انا عزلتهم 10 ايام ولا مش عارف 15 يوم، عزلتهم فتره كبيره، ولما حطيتهم انتوا زي ما انتوا شفتوا ما شاء الله حصوا وعملوا الكلام ده كده كله، فانا هعمل معاهم اعاده تاهيل. تمام. وفي ناس يا جدعان سالتني على الدكر ده اهو موجود اهو يا رجاله، الكشك اللي هو في عقد اهو موجود. تمام. يعني ده بياكل ويشرب على الفاضي ده. اه يا رجاله ده في عقد. خد بص بيعمل ازاي. بصوا، لا اطلع بقى، انا مش قادر اجري وراك خالص. تعالى. جيت ادخله الباب، العقده طلعته من ناحيه ثانيه. اه يا جدعان. وفي سالوني على الشقلباز، بس الكبير مش ده الكبير طبعا. راح فين الكبير؟ طبعا يا جدعان لما انا كنت في دار السلام قلت لكم ان هو طار، تمام. ده اللي موجود الابيض شقلباز. والزغلول ده يا جدعان جاله نقص كالسيوم جامد. بصوا نقص الكالسيوم والفيتامينات بيعمل ايه في الحمام. بس ده كان زغلول كان كامل. بصوا نقص الكالسيوم قصى في الريش منه اهو، قصى في الريش منه، وبصوا وقع الريش منه وخلاه يعني بقى بصوا عامل زي ايه، زي دول. لما انا اهتميت معاهم كالسيوم وفيتامينات وحاجات زي كده ابتدوا يتظبطوا. تمام يا رجاله. فانا دلوقتي هحطهم بردك في الدشار عشان لسه ما حطيتهمش، هحطهم في الدشار بتاع النهار يا رجاله زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، هحطهم في الدشار واسيبهم. وبكره ان شاء الله السبت هديهم بردك دشار، وان شاء الله يوم الاحد انتظرونا، في اول فيديو هنفتح فيه شبكه الامرايه للشبابات دي كلها. بس ممكن يكون في فيديو قبليه بردك ليه علاقه بالزغاليل، فنسيب كل حاجه لوقتها. وده كده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. وكان معاكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.